فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة وبعد. طيب، إلى الإبانة. تكلمنا عن مسألة مهمة، مسألة التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن الله تعالى أمر بها. والإبانة كتاب عظيم بلغنا فيه إلى الاهتمام بالسنة وكيف علاقة السنة بالقرآن. قال الله تعالى: وأنزلنا عليك الكتاب وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وأيضا الله تعالى قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. يتأتى هنا القول في الحديث الذي رواه المصنف بسنده إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، أن عائشة رضي الله عنها، يعني الحديث عن سلسلة المشهورة ابن شهاب عن عروة عن عائشة، أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قال: لست تاركا شيئا، قال: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به. شدة التحري للسنة والتمسك بها، يعني إلا عملت به، وإني لا أخشى إن تركت شيئا من أمره أزيغ. فيقول أبو بكر: لست تاركا شيئا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا عملت به. في شدة التحري لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم والعمل النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى تطبيق ذلك على أبي بكر وأرضاه، كيف أن أبا بكر أمر خالد من الوليد، وكيف عمر بن الخطاب يراجعه في خالد من الوليد، وهو يقول له: والله لا أغمد سيفا سله الله وسله رسوله صلى الله عليه وسلم على أعدائه. وكان يقول: عجزت النساء أو عقمت النساء أن تلد مثل خالد. معناه أخطأ، ومعناه فعل وفعل في بعض الأمور، ومع ذلك لم يثنيه أبو بكر، يعني عزيمة لم تنثني عزيمة أبو بكر على وضع خالد في مكانه ومقامه، وكان الفضل لأبي بكر فيما قال. أيضا انظر كيف كان يفعل ويقول الله أرضى عندما خالفوه أيضا: أتقتل قوما يقولون لا إله إلا الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فيقول أبو بكر: والذي نفسي بيدي، لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قاتلتهم عليه. كانوا يؤدونه إلى رسول الله، هذا هو. وأيضا لما جاءه عمر قال: ألسنا الحق ليس على الباطل؟ قال: في المرأة الدنيا في ديننا. انطباق تام من كلام أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: هو من يغزل الله إلزم غرزه، لا تتركه، إلزم غرزه. شدة التحري. راجعوه في جيش أسامة، قال: والله لأنفذن جيش أسامة، لأن النبي وصى بذلك. راجعوه في إمامة وإمارة أسامة بن زيد، قال: والله لا أردن إمارة قد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي في أسامة: إنه لخليق بالإمارة، وإنكم لتطعنون في إمارتي كما كنتم تطعنون في إمارة أبي. هذه شدة التحري من أبي بكر. لذلك قال: والذي نفسي بيدي، ما لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، وإني لا أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. لو ترك شيئا من أمره يزيغ، الله أكبر. وهذه فيها دلالة أن ترك السنة زوغان، أن ترك السنة سبيل لزيغ القلب، والتمسك بالسنة سبيل للقوام الصحيح. لذلك شوف يقول: ومخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول: وإني لأخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. فمخالفة النبي وترك شيء من النبي صلى الله عليه وسلم فيه زيغ وضلال، كما قال مالك عندما قال له: وجد رجلا أحرم من قبل الميقات الذي أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: ما تفعل؟ قال: زيادة الخير خيرات. قال: أي خير أن ترى نفسك قد تقدمت على أمر تقاعس عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الفتنة تأتيك من هنا، أتحسب أنك أتقى من رسول الله؟ ويقول: أنا إني أتقاكم وأخشاكم. أما رأيت كيف غاضب النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة نفر وقال: إني أعلمكم بالله وإني أخشاكم له أتقاكم له.
إني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء. فلذلك ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من مكان فتحرم من هذا المكان، وهذا الذي قاله الإمام مالك إمام دار أهل الهجرة، الإمام أحمد نفسه عندما قال في قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. الفتنة يعني لو ترك متابعة النبي يقع في الشرك. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، الضمير عائد على النبي صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والفتنة هي الشرك كما قال أحمد. الشافعي لما قال له: أتقول بذلك؟ عندما قال له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أنت تسألني؟ يقول: قال رسول الله، وما لي لا أقول بما قال. أرأيت في وسط زنارة، أرأيتني خرجت من كنيسة؟ يقول: قال رسول الله، سمعنا وأطعنا وأقول بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف، أبو بكر رسم لنا خطا عريضا من أجل الهداية والسداد والرشاد والفلاح. قال: لو تركت شيئا من أمره أزيغ، أخشى أن أزيغ. يزيغ القلب في عدم التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأن الله قد أغلق كل باب إلا باب النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لذلك انظر على تعقيب الشيخ الجليل، قال: هذا يا إخواني الصديق الأكبر، هذا الصديق الأكبر، هذا يا إخواني الصديق الأكبر يتخوف على نفسه الزيغ إن هو خالف شيئا من أمر نبيه صلى الله عليه وسلم. فماذا عسى أن يكون من زمان أضحى، يعني من زمان أضحى أهله يستهزئون بنبيهم. أعوذ بالله، هذا الذي نعيش فيه الآن، هذا الذي نعيش فيه الآن. ويأتي ضئيل رقيق صغير الفهم والعلم وهو يقول ويعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول كيف يسحر والوحي كيف يستقيم لنا عندما يكون مسحورا، ثم يرد الحديث، ثم يرد الحديث أيضا في أنه قال: لا يفلح قوما أولا أمرهم امرأة يقول لو رأى تتشر ما قال ذلك. أعوذ بالله من غضب الله. قال البخاري طبعا ما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني هذا المخبول الضئيل علميا والضئيل كل في كل شيء، يقول يطوف على النساء التسع، طب والعرق، طب وكيف ذلك يفعلون، وبهذه الترهات التي يقولون فيها. شوف هو يقول: يا إخواني هذا الصديق الأكبر يتخوف على نفسه الزيغ إن هو خالف شيئا من أمر نبيه، فماذا عسى أن يكون من زمان أضحى أهله يستهزئون بنبيهم وبأوامره ويتباهون بمخالفته ويسخرون من السنة. أعوذ بالله. نسأل الله العصمة من الزلل ونجاة من سوء العمل، نسأل الله عصمة من الزلل ونجاة من سوء العمل، نسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله جل في علاه أن يعصمنا بالسنة ويجعلنا من المستمسكين بها العاملين بها، ونسأل الله أن لا نقبل مبتدعا ونرحمه وندعوه ونبين له لكن لا نقبل بدعته بحال من أحوال لأنها محاربة للسنة. قال سعيد بن جبير عام حوشب، قال عن سعيد بن جبير في تفسير قوله تعالى: وعمل صالحا ثم اهتدى، قال: لا هداية إلا بالسنة. قال: التزم السنة أو لزم السنة. قال: لزم السنة. شوف هنا يتأتى هنا في قوله أن الهداية منوطة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جاء صريحا في الآيات: أما قال رب الأرض والسماوات وإن تطيعوه تهتدوا. الهداية التامة الكاملة في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن تطيعوه تهتدوا. فالهداية لا تكون إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والضلال كل الضلال في عدم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وإن تطيعوه تهتدوا، جعل الهداية باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطعاني دخل الجنة، من عصاني فقد أبى. فالبدعة هدامة للسنن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي، سيأتي أقوام يستنون غير سنتي. قال: ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وهنا تعظيم السنة في قوله ثم اهتدى، أن الهداية في اتباع السنة، بل والعمل الصالح لا يكون صالحا إلا إذا جاء على رسم الشرع، لأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه. لن نعلم ولن نصل إلى محبة الله جل في علاه إلا بمن يوحى إليه من الله جل في علاه. وروى بسنده قال: رأيت سلما أكع يصلي من وراء الصندوق، فقلت له: ما لي أراك تصلي ها هنا؟
قال رأيت رسول الله يتحرى هذا المكان. شوف كانوا ينظرون أين كان النبي صلى الله عليه وسلم فهم يكونون يعني خلف النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي. وفي رواية لما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون وسوى عليه التراب جعل كانت صخرة قريبة من القبر فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هاتوا هذه الصخرة من أجل التعليم من أجل أن يعلم المكان عليكم السلام وبركاته من أجل يعلم فثقلت على القوم فقام رسول الله فأخرجها تنتهى بها إلى رأس القبر فأذلتها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وكان أهل المدينة يضعون ذلك على قبورهم حتى كانت إمارة مروان فإنه أمر بتسوية القبور فقال فأزيلت الصخرة عن مكانها فجاء ابن عمر مغضبا على مروان وهو أمير المدينة هنا الآن قال ويحك يا مروان أزلت شيئا وضعه رسول الله بيده الصخرة وضعها النبي السلام بيده وهم قالوا في المصلحة في نزعها من أجل أن يجعل الطرق من أجل أن يجعل للقبور مكانا يعني المسألة وارد فيها الاحتمالات لكن شوف التعظيم يقول له ويحك أتزيل شيئا وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت تزيل صخرة وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أتى به ولذلك انظر إلى تعظيم السنة في هذا الباب لما قال عمر بن الخطاب نزع ميزابا كان للعباس من أجل المارة أو من أجل شيء في الحرم فقال له يعني انظر قال له أتفعل ذلك وتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وضعه أتفعل ذلك وتعلم أن الله جل وعلا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وضعه فلما قال له ذلك فقام عمر بن الخطاب انظر هنا لتتعلم كيف التعظيم انظر إلى تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب الصحابة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء عمر مسرعا ثم قال والله لتضعنه وأنت رجلك على ظهري وأنت على ظهري فجعل العباس يقف على ظهر عمر الخطاب ويضع الميزاب مكانه فقط لأنه قال له كيف تنزع عشان وضعه رسول الله بيده رأيتم كيف تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم صادقون والله إنهم لصادقين والله إنهم لصادقون إن الصدق فيهم صدق حقا وهم يعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك ابن عمر اشتد عليه وقال يا مروان ويحك ماذا تفعل إن النبي صلى الله عليه وسلم وضع هذه الصخرة بيدي كيف تزيلها وعن سعيد بن جبير أنه حدث عن رسول الله طبعا بينهم مفاوز الأروام مرسلة حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فقال رجل إن الله تعالى قال في كتابه كذا وكذا فقال ألا أراك تعرض لحديث النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أو تعرض لحديث النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله ورسول الله أعلم بكتاب الله وهذا أيضا تهذيب لأننا نقول أننا لا نستطيع أن نفهم كتاب الله إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عبد الرحمن بن يزيد أنه رأى محرما عليه ثيابه فنهى المحرم فقال أتيني بآية من كتاب الله بنزع ثيابي يعني يلبس المخيط يعني هو محرم ويلبس المخيط قال أتيني بآية في نزع ثيابي المخيط إيش قال له قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يلبس المرء المخيط نهى عن يلبس القلنسوة والقميص القمص والعمائم والسراويل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لا فلما قال له أتيني بكتاب الله آية من كتاب الله قال له قال رسول الله وما قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ثم ذكر له كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذه من شدة التحري لسنة النبي والفقه هنا الفقه في العرض من أجل التمسك بالسنة ورد أن عمر بن الخطاب قال سيأتي أناس يجادلونكم بشبهات القرآن فجادلوهم بالسنن يعني عندما يأتيك بشبهات أنت تأتي له بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله جل وعلا الله أكبر ولذلك لما أتوا على ابن أبي طالب وقالوا من لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال حق إذا به باطل وابن عباس خرج منهم بالقرآن وبالسنة والله كان هناك جهالات وقال عمر بن الخطاب سيأتي أناس يجادلوكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله جل في علاه وفي رواية عن ميمون بن مهران قال في قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله قال إلى كتابي وإلى الرسول ما دام حيا فإذا مات فإلى سنتي وهذا قاله الشافعي قال كتاب الله قال آيات الله
الرد إلى الله إلى كتابه، والرد إلى الرسول إلى شخصه إذا كان حيا، وإلى سنته إن مات. وأيضا عن عطاء في قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قال إلى الله إلى كتابه، وإلى الرسول إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا قال الشافعي. وعن سعيد بن جبير أيضا كمجاهد، وعن سعيد بن جبير قال في قوله تعالى: عمل صالح ثم اهتدى، قال: لازم السنة والجماعة. العمل الصالح لزوم الجماعة والهداية في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعن يحيى بن أبي كثير: السنة قاضية على الكتاب وليس الكتاب قاضيا على السنة. السنة قاضية على الكتاب وليس الكتاب قاضيا على السنة. وعن الأوزاعي قال يحيى: السنة قاضية على الكتاب والقرآن ليس بقاضيا على السنة. ما معنى ذلك؟ السنة هي قاضية عليه بالبيان، أنها تبين ما فيه من مجملات ومشكلات، وتخصص ما فيه من عمومات، وأيضا تقيد ما فيه من مطلقات، وفيه أيضا النص المنطبق، وهي النص المنطبق. لذلك قال الله تعالى نبيه: وأنزلنا لك الذكرى لتبين للناس ما نزل عليهم. والأمر هنا واسع، أنه لا بد من العض بالنواجذ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عن حسان بن عطية قال: كان جبريل ينزل على النبي بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، ويعلمه إياها كما يعلمه القرآن. الله أكبر. كان جبريل ينزل على النبي بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، وهذا ظاهر في قوله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وظاهر أيضا في قوله: نفث في روح الروح الأمين، الروح الأمين، أنه لن تموت نفسا حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله أجمل الطلب. وأيضا في قوله: أوحي إلي أن تواضعوا فلا يبغي أحدكم على بعض. وعن قتادة في قوله تعالى: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، قال: القرآن والسنة، قال: القرآن والسنة. فهذا دلالات واضحة على التمسك بالسنة، وأن السنة هداية، وأن التمسك بالسنة رفعة وعز، والتمسك بالسنة بيان للقرآن، والتمسك بالسنة فيه الخضوع والتواضع للرحمن، التمسك بالسنة فيه النصرة وفيها الجبران، أما البدعة ففيها الأزيمة وفيها الكفران. نعوذ بالله من الخزلان. الفوائد المستنبطة: السنة قاضية على القرآن، يعني مبينة له، المتنازع فيه فصل الخطاب فيه الرجوع إلى الكتاب والسنة، المتنازع فيه يرد إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.